هذا أكبر مقلب أنا أكلته، واللي بعده كان بالنسبة لي حلو ولكن الجمهور كرهه. ترى تراب فخ. ليش طلعت؟ اختلافات على أمور لا تفسد الود قضية. كان عندي مطالب معينة ما هي مادية، خطين وفسفوري ما هي مادية. الشخص هذا كنت يعني 24 ساعة معه. هذا الشخص كان أكبر محطم لي في حياتي. وش سوى؟ قول إيش ما سوى. علاقة أثرت فيني أقسم بالله العلي العظيم. طب إيش تقول له إذا كان قدامك؟ أقول الله يعين اللي حولك عليك. اللي جابني على وجهي أني تزوجت. المرحلة هذه أغنتني عن الناس كلها. افتح لي القناة قدامي توريني. أفتح قناة؟ أفتح إيه أم القناة. بس ما أكل هذه، أنا عادي I end my career. السلام عليكم، يلا حيهم شباب، معاكم عبد الكريم وجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلتنا مرة حار. هذه المرة ضيفي جدا حار، مو بس مرة حار، كانسل. الله يسلمك، أهلا وسهلا. يا مرحبا يا كانسل. يا حبيب قلبي الله يسعدك. شكرا لك انك انضميت لنا في سلسله مره حار، وما ادري اذا انت عارف البرنامج كيف راح يصير. هو عارف، حرق وحريق وبنولع وايه. نعم، نعم. وان شاء الله تكون خفيف علينا يا استاذ كيمو كالعاده. باذن الله باذن الله. ان شاء الله السموسه تكون خفيفه عليك انت، سيبك مني انا. السموسه ان شاء الله بكل تفاهم خاص معها، المساله معك انت. بالضبط بالضبط. شوف كانسل، في اسئله كثيره انا عندي لك. أيوة. كثير متحمس اني اسالك اياها يعني. انت من اكثر الضيوف اللي انا متحمس كذا فتفته فكفكه، برضه جمهورك اكيد بيعرف عنك حاجات. بس تراني سولف واجد. بالعكس يعني، الله يعينك. كم حلقه؟ ساعتين ثلاث. بالعكس، هنا احنا نبيك تسولف. هنا احنا جايبينك عشان تسولف. حلو. موضوعنا جدا سهل. عندنا 9 سمبوسات. اوكي. كل 3 سمبوسات ليفل معين. نبدا باول ليفل 3 سمبوسات، بعدها 3 لما توصل لما موت. تقريبا. تقريبا. كلمة سمبوسة حسيتها حارة راح يجيك سؤال أحر. أحر. بالضبط. لازم ترد على كل الأسئلة. أوكي. معك فرصة واحدة بس إنك ما تجاوب. اللي هو سكيب واحد. سكيب واحد. أوكي. فقط. حلو. أظن إنك لازم تستخدمه بذكاء. متى أستخدمه؟ إيه. استخدمه بذكاء. طيب. لكن إذا انسحبت من السؤال وهو شيء يعني أنا راح أزعل إذا سويته، بس عندك هذا حقك يعني تقدر تسويه. حلو. لازم تقول لي وصفة لأكلة أنت تحبها. بعد ما سكب. أي. أوكي. أي. في شرط يعني، لازم تقول لي وصفة، ويفضل إنها من منطقتك يعني، من وين أنت يعني. حلو. أنا ملتيبل بس بعطيك البست. أي أي بس ويكون مفضل بالنسبة لك. ممتاز يعني. ممتاز. فشرحنا القوانين. إي صح عزيزي المتابع، نسينا هديتك أنت اللي قاعد تتابع. جالس أنتظرك تتكلم يا عيال نساكم فجلدوه تحت. معليش سامحوني. في جوائز مقدمة من بلاي ستيشن لك أنت عزيزي المتابع، فخليك متابع للحلقة. في الأخير كانسل اللي راح يقول لك أنا مالي. وش أنت تحب؟ لبزة. لا اللي بيني وبينكم بعدين مع بلاي ستيشن كذا احنا نصلح مع بعض. خلوا كيمو هدايا خذوها منه، بس انا شغلي بعدين. طيب اسمع سم. ابي اشوف وجهك هو سبايسي. ايش رايك ناكل؟ بسم الله يلا ليتس جو. حلو. طيب كانسل. مره مو بحلو. مره مو بحلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الله يسلمك. هذه التشكيله اللي قلت يا رجل. في فطور رمضان ما اكل 9. شوف هذا زي ما تقول تشيت داي حقك. تشيت داي. اي تشيت داي. انت تقدر تغش الحين، تقدر تاكل. اسمعني. انت قاعد تشتغل. انت قاعد تشتغل في رمضان. ايه. حتى الديناصور لما يجي يفطر ما ياكل 9. ليش تاكلني 9؟ اشوف مو بلازم تاكلها كلها. مو بعشانك، مو بعشانك يا ادري انك انت السوسه. ايه. ايه. عشان بلاي ستيشن. اي عشان المتابع كمان اللي يحبك. ايه. متابع والله. انت ما ترضى لي اصلا 9 سمبوسات. فالمشروب الغازي اهم شيء عندك صح؟ طبعا. اي ويكون مشروب غازي دايت. دايت عشان يقدر يقاوم الحراره. واضح الدايت اللي عندك. عليك. لا انا لا 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 انا قايل لهم، انا قايل لهم اير فرايد. اير فرايد. نعم. اي صح صح والله. شوف انت انسان ملتزم حبيبي يعني، بالعكس كان بامكانك تقول لا انا رايح اصور. عجبتني. كفو عليك. طيب نبدا باول سمبوسه ونقول بسم الله يا كانسل. اوه ابدا. اي نعم. لا يا ابن حلال دقيقه. لا على طول نخش. لا واضح انها دايت. من الطعم والله طعمها اسطوري. ممتازه. هذا اول وحده يخرب بيتك. ليالي العيد تمام من عصاريها. ابلع. ها ايه ده؟ كيف بديت رحلتك
أيوة. بس انا محتوى العاب على اليوتيوب كان في اكثر من مرحله صراحه، وكان في اكثر من بدايه، وما بيقول انها فاشله، ولكن كان في وقت غلط. يعني في عام 2011 كنت متاثر بمجموعه شباب كانوا ينزلون ماينكرافت، مشاري، خالد كويت، دحومي، كانوا مره ما شاء الله مره متميزين حتى بدون فيس كام يا رجل، كان شيء جديد والناس متحمسه مره. يوم شفت الاثر حقهم قلت حبيت الشغله، قلت خليني اجرب. لكن صادف فتره تعتبر مصيريه لاي طالب على الاقل موجود في السعوديه اتوقع، كان في اختبارين، المتابعين يعرفون وش اختبارين ذي، كانت حرفيا تحدد مستقبلك، فما كان في فرصه اني ادخل اي شيء زياده بحياتي غير هالاختبارين اشتغل عليهم. حلو. فبديت على الامكانيات اللي كانت عندي، وكانت امكانيات جدا ضعيفه، واللي هو حرفيا لابتوب مواصفاته ما تشغل لك رجال الرسام، ولكن قدرت اني اشغل عليه. طلع وجهك وقتها؟ لا 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 لا، صوت والمايك الله يوريك، وقد وريت المتابعين يعرفونها. مالك بالطويلة، ما استمريت لاني كان عندي في مستوى الضمير كان شغال شوي، انه عبد الله ترى انت مستوعب ان الاختبارين ذيلي بحدوا مصيرك، فلا اصبر شوي وبعدين يصير خير. ما شاء الله عاقل يعني من يوم. أي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لكن المحاولة الثانية واللي كانت اكثر جدية عام 2016، انا طلعت تقريبا ادرس في امريكا فترة بسيطة عن طريق جامعتي نفسها في شيء اسمه برنامج التبادل الطلابي، في ناس يروحون ناس يجون، فرحت تقريبا مدة 7 شهور. في الفترة ذي قررت انها تكون البداية الفعلية، ففعلا كن لو تشوف قناتي عام 2016 راح تشوف في فلوجز وفي اشياء حلوة. يعني ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا حلوين؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وطيبين. رجعتكم اليوم مقطع جديد. كان اللي في بالي وفي خاطري انه مكان جديد، بيئة جديدة، ليش ما تجرب شيء جديد ويكون على مستوى اكبر من اللي انت كنت تسويه على ايام يوم كنت طفل 2011. والملهم في ذيك الفترة كان شخص عزيز على قلبي الى الان، عبد الله او ملزلز، اسطوره في تختيم الالعاب، واللعبه اللي خلتني اجزم وحرفيا ما انام الليل ابغى اصير يوتيوبر، وطلبت القطع الخاصه بالتصوير وطلبت المايك وطلبت الاشياء كلها في ذيك الفتره عام 2016 وقت انشارتد 4. لعبه طبعا غنيه عن التعريف، كلنا نعرفها. لعبه اسطوريه، كانت بدايتي، ختمتها اكثر من 4 مرات، مرة بلات، مرة يوتيوب، مرة ومن هذيك الفترة طبعاً، وفي فترة وجودي في أمريكا كلها كنت ألعب وأنزل وألعب مختلف ألعاب، حتى جاء عام 2000 وطبعاً يوم رجعت السعودية وقفت لسبب ما أدري إيش كان السبب كذا، وقفت يمكن ما كنت مهتم بشكل كافي. لكن مع عام 2018 بعد ما تخرجت من الجامعة بديت وظيفة، حسيت فراغ قاتل شوي، لأن كان الضغط اللي علي وقت الدراسة كطالب شنيع، كلنا طلاب، كلنا نعرف كيف كان الضغط علينا. فيوم كان يوم جت الوظيفه صار في وقت معين تداوم فيه وتطلع ما عندك شيء، حسيت الفراغ قاتل وقله في الانجاز، فقلت ليش ما احاول ارجع لليوتيوب ولصناعه المحتوى بشكل عام. وهنا كانت البدايه. طبعا انا عندي لعبه مفضله مره بالنسبه لي اللي هي كول اوف ديوتي، مره احب اللعبه دي، فرحت ادرس سوق صناعه المحتوى في كول اوف ديوتي، حاولت اني القي نظره عليه، اشوف صناع المحتوى الحاليين وش قاعد يسوون، وبديت افكر كيف انا اختلف عنهم، لان اللعبه كانت جدا مستهلكه من ناحيه محتوى، فالناس كانت تعرف وش محتوى كود، المحتوى كان جدا مستهلك وبنوع معين، وما الومهم، لا يعني ما الوم صناع المحتوى ولا الوم حتى الجماهير، لانه في كل صناعه لازم توصل مرحله البلاتو ولا المرحله اللي ما فيها تغيير، ما حد يقدر يغير الا اللي قاعد يشوف من برا. جميل. انا اللي كنت من برا، وفعلا الحمد لله جيت بسلاسل جديده في هذه اللعبه عام 2019، على اواخر عام 2019 شكلت فارق عند الجماهير خصوصا اللي يحبون كول اوف ديوتي. ومن 2019 الين الان انا مستمر بشكل مستمر، يعني ما في انقطاعات، باخذها بشكل جدا جدي، والدليل اني بلاي ميكر. افتخر. الحمد لله جدا افتخر. انا اللي افتخر يعني حبيبي. انسان مداوم ويصنع محتوى وتقول لي انت مداوم تحس انك فاضي يعني، ها فلا خليني اسوي محتوى. أيوه. مره نايس. مره نايس. لا لا دقيقه هذه خطيره، مو وانا اداوم احس اني فاضي بعد ما اخلص عملي. انا فاهم عليك. ايوه يعني في ناس بيقولوا برجع مره خلاص ظهري انت رجعت، والله احس اني فاضي يا اخي، خليني اختم مدري وش اجيب فيها بلات 17 مره. مره نايس. طيب ندخل على السمبوسه الثانيه كذا على طول؟ اي على طول لازم. طيب الحين سؤال تفضل.
الموارد هذه ما اقدر اروح الوت مره ثانيه ولا هذه هي بس؟ سؤال جميل جدا. اقدر الوت؟ على حسب اجابتك. اصلا مفروض شوف لما تصير جيمر انت تشوف هذه على انها ليفلينج سيستم. ليفل اي. فالليفل الاول، الليفل الثاني، الثالث، الرابع، الخامس انت صفنا صح؟ هنا تعطيني ريورد. يعني تروح للمتجر. لا مو متجر. انستنت ريورد. ها؟ لا بس تعلم بلاي ستيشن. انا اعطيك يعني مثلا اعطيك كوينز انا. اسمعني. هذه الريوردز كوينز تروح للمتجر. اي متجر؟ اللي يبيع لك اياه. وين ما في مجاجل هنا ما في لنا وانت. في هذا المتجر هنا ورا. بالوري اي تروح تشتري منه يعني مسموح مسموح الكاسات خلاص يلا اوكي نروح على الثانيه طبعا يقولون هذه حاره فاروح اللي فوق كذا صح اي زقزق حلو زقزق بسم الله يلا بسم الله هل تتوقع نصير ميم وجهي كذا ولا حار احمر اذاني حمراء اتمنى والله اتمنى يعني تتمنى ليش تتمنى يلا قول اديني شوت ايش هي التحديات اللي واجهتها او لا زلت تواجهها الى الان كونك يوتيوبر مشهور في مجال الالعاب وكيف تتعامل مع هذه التحديات فكره انك انسان تسوي كل شيء انا احس اني بقوم اطقك كذا يعني فهمت لي شيف انا وش اللي شيف معليش يعني كونك صانع محتوى انت اللي تصور انت اللي تكتب المحتوى انت اللي تمنتج وانت اللي تنشر وانت اللي تسوق وانت اللي تدير اعمالك وانت اللي تدير العقود او اي تعاون تسوي اوكي هذا بحد ذاته تحدي فلما يكون عندك خبره كافيه بكيف تسوي ديليجيشن او كيف تفوض والى مين تفوض فكتابه المحتوى صعب تفوضها هي من اصعب الاشياء اللي تقدر تفوضها والسبب جوده المحتوى كيف راح تطلع بالنهايه لانه الجمهور يتابعك انت لكن تعال كلمني عن المونتاج عن التصميم ثمبنيلز الفيديوز والاشياء هذه اتوقع انه تقدر تفوضها لاحد ثاني هذه طريقة إدارتي للتحدي هذا هو تحدي جدا عظيم تخيل إن أنت إنسان قاعد تدير شركة كاملة لازم تعرف تتعامل مع الفيدباك اللي تجيك الانتقاد ردود الفعل يعني خلال مسيرتك من أول سنة إلين السنة الثالثة تقريبا راح تبدأ تتعرف على شخصيات مختلفة تشوفها عندك في الكومنت سكشن المتشائم قليل الأدب المحترم المحب الكاره لازم طبعا مو لازم أصلا بعد سنة الثانية ومن كثر الكفوف اللي تجيك راح تبدأ خلاص تقرأ تعرف هذا مين هذا الكلام اللي قلت لك برمته تحدي في مهمات عليك انك تفوضها ضروري انك تفوضها لحد ثاني في مهمات لازم تسويها بنفسك واحده من الاشياء اللي قد تكون صعبه في وضعي هي مواكبه الترند طبعا كلمه ترند مو معناتها ترند معناتها شيء سيء صح جميل في كثير ماخذين انطباع انه في ار دوينج وان خلص في ار دوينج اركد امريكان اكشن لا رمضان بعد وفي رمضان لما انت شخص تواكب الترند وتسوي اشياء ترنديه معناته انت قاعد تسوي اشياء تركب موجه سيئة مو شرط لكن في ترندات حلوه قاعد اشوفها اليوم لكن ما اقدر اسويها مثل المحتوى الجماعي جميل صح. هذا تحدي كبير بالنسبه لي انا احب المحتوى الجماعي لكن عمري ما قدرت اسويه بشكل مريح بسبب بحكم شوف ما بيقولك عملي بحكم طموحي في عملي حلو هي مو العمل اقدر اوقع استقاله واطلع ما هو عذر العذر انه عندي مستهدفات هناك حلو. جميل مو كذا بس بس هذه تحدي ابرز تحديات اعطتك اياها اخر سمبوسه في الليفل الاول كان والله هم ثلاثه 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 فعلا صحيح نعم. شو ما اموت و... بسم الله بسم الله انها لذيذه والله انها اسطوريه طلع بدينا نشتغل بدينا نشتغل هذا الصدمه الحين مخرج قاعد يضحك اضحك مع كل النجاح اللي حققته الى الان الله اكبر ما حققت شيء بحال قول هل في مجال للوقوع في الحب اذا ما كنت تحب اصلا وقعت على وجهي بعد وقعت على وجهك وش ولا شلون مخلف ومزوج ما هو هذا الموضوع فهمت كيف بعد ما شفت الولد قلت خلاص هذا السؤال طيب يعني تقدر تشاركنا تفاصيل من هذا الشيء يعني تقدر تشاركنا كيف كانت التجربه كيف يعني من انك كنت عازب الى الان متزوج ايش التغيرات اللي صارت معك عامه كذا اللي تقدر تشاركها معنا هذه السمبوسه كم رقم كم واحد من ثلاثه هذه الثالثه ودخلتنا في الحب فما بالك هنا في الايه ما عليه خلينا نشوف اول شيء لازم نتفق ان الموضوع ده يختلف من شخص لشخص صحيح يعني في اشخاص تتخذ او تقرر انها تدخل شريك جديد في حياتها
بدري وفي ناس لا تتأخر. لازم نعرف ان كل انسان له تايم لاين معين في حياته، الله كاتبه له وراسمه له، وتصير فيه اقدار وتصير فيه امور وظروف معينه وتوافيق تيسر له الامر هذا. انا ما اقدر يعني اشرح لك كيف صارت، يعني كيف صارت صارت يعني اوكي ولكن وش كيف يعني سؤالك الاخير جدا حلو، كيف انعكست عليك؟ احنا كلنا نعرف العزب ايش شكله واوصافه وحياته، اوكي مثال حي قدامنا ولا ولا معلومه غير دقيقه؟ لا لا صحيح. اتوقع توافقني الراي، حياه عاطفيا مختلفه مو نوعا ما، مختلفه كليا عن بعد ما يعني تدخل في التجربه هذه تحت ظروف مثاليه او شبه مثاليه. المرحله هذه اغنتني عن الناس كلها، قوتك جدا، لان هي الملجا بالنسبه لي لكل امور حياتي، وقت انكساري، وقت فرحتي، وقت حزني، وقت ما أكون زعلان، وقت ما أكون معصب، هي الملجأ. لكن تجربة مختلفة جدا تغيرت حياتي 360 يعني نرجع نفس النقطة 180 درجة up and down للبوزيتيف طبعا للإيجابي. والتجارب تختلف طبعا إيه. في ناس لا صحيح. في ناس تقول لك والله أنا يوم تزوجت صرت ما أقدر أسوي شيء، صرت ما، بالعكس اليوم أنا شريك حياتي هو الدعم الأول لي في كل شيء أسوي ما شاء الله، على الرغم من الصعوبات اللي نواجهها أحيانا، ولكن بالعكس كانت هي ولا زالت الدعم الأول لي. ندخل على الليفل الثاني مستر كانسل. الحين كل ما طولت في الإجابة أخذ لي بريك أعتبر صح؟ والله شوف أنت ذكي وسياسي ومحنك، الله أكبر، خذ راحتك يعني، أنا ما راح أوقفك من شيء يعني، دامك إنك تجاوب وإحنا كلنا مبسوطين بالإجابات. أجل ارجع 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 على موضوع ال. لا خلاص كملنا حبيبي. يا عم. سكشن أول. يلا بسم الله. كملنا. روح. يلا. بسم يلا. أول سمبوسة في الليفل الثاني. لحظة دقيقة يعني يختلف الوضع. أكيد. روانها حلوة. حلوة جدا. عندك مزايا وإيجابيات لكونك إنسان خلنا نقول مشهور، أنا عارف إنك ممكن ما تحب هذه الكلمة. قل لنا عن الهزايم اللي صارت لك واللي أثرت فيك كثير. الهزايم؟ نعم. وغيرتك كذا، موقف صار معك أو أكثر من موقف كذا حطك ماسك قال لك اقعد يا حبيبي أنت مو بطل، أنت من وقتها تعلمت شيء وتغيرت. انا من زي ما قلت قبل شوي من 2019 الى الان، مو الى الان، لين قبل فتره بسيطه اصنع محتوى كول اوف ديوتي فقط، هذا اكبر مقلب انا اكلته على الاقل من عام 2020 وطالع او من اواخر عام 2020 وطالع. حلو. ليش؟ نزل جزء اسطوري مره عام 2019، استمر هذا الجزء بنجاحه لمده سنتين، نزل جزء بعده باجماع الجميع كان سيء، واللي بعده كان بالنسبه لي حلو ولكن الجمهور كرهه، والثالث هو كان الصدمه العظمى لنا كلنا كجماهير كود. أنا كاليوم لاعب اللعبة حتى مع حتى ألعاب بلاي ستيشن، وعلى فكرة حتى بلاي ستيشن مرحبة بالشيء هذا، إنه تقول عطنا رأيك الحقيقي. إيه صح. رأيك الحقيقي ودائما يكتبونها بين قوسين. فبالإجماع كانت التوقعات عالية على الجزء خصوصا الأخير، مع الأسف النتائج كانت جدا نازلة، أو على الأقل ما كنا متوقعين اللي شفناه. الغلط اللي أو الانهزام الكبير اللي سويته أو السقطة اللي صارت لي إني ما حاولت أرمم الانخفاضات في الإقبال على قنواتي خلال عام 2022 وعام 2023 بسبب أملي أنه الناس حترجع مع الجزء الممتاز اللي ما أدري وينه. الناس رجعت يعني أو شبه رجعت مع آخر جزء من Call of Duty، ويعتبر جزء بالنسبة لي أسطوري، وبالنسبة للكثير برضه أسطوري، مو سيء، مو متوسط، مش كويس، مش مقبول، مش حلو، أسطوري. ولكن جاتني لحظة الإدراك بعد ما صرت أسوي بودكاست عن الجيمينج وغيره وعن بلاي ستيشن وعن وطحت في محتوى معين واستمتع وانا اسويه اللي هو استكشاف الهاردوير حق سوني او حتى السوفت وير، الاسرار، التريكس، التيبس، الاشياء هذه وما شاء الله كان عند الجمهور او كان لها عند الجمهور اقبال جدا كبير. انا مره انبسطت لانه دائما انت تحب السمبوسه؟ اي. تحب تاكلها؟ اي. اجتمعتوا مع بعض؟ يا سلام. ليش ما تاكل سمبوسه؟ رحت كلت سمبوسه. صرت أسوي المحتوى هذا، كثرت من البودكاست، ركزت عليه أكثر، نقلت البلاي ثروز والجيم بلايز إلى قناة ثانية مش سوءا فيها، ولكن لها جمهورها وله أوضاع الجمهور اليوم، له أبس أند داونز حقته، في سنوات يزيد فيها الإقبال، في سنوات ينخفض فيها الإقبال، فلذلك التذبذب العالي هذا اللي ما يخدم طموحي خليته في القناة الثانية وركزت على اللي الآن أنا مهتم فيه، بودكاست، تغطية الأخبار، تغطية مواضيع المجتمع وبلاي ستيشن. ما حسيت انها هزيمه يعني، لكن لا. كان الا
انك انسان ما يكون عندك التقدير. شوف ترى هذه تطل او يعني الموقف اللي مريت فيه يتطلب انسان خارق عشان يقدر يصيد المساله ويبدا، لانه ترى تراب فخ انك تشوف ارقامك كانت مره اسطوريه بعدين لسبب ما طاحت، بعدين تنتظر ترجع على نفس الفينيو نفس اللعبه، شيء خطير. هذا انا الفخ او الخطا اللي وقعت فيه، انهزام اني انا انسان ما كنت قادر على اني استوعب انه هي ترى خلاص موف اون روح للي بعد. شوف للي بعد ثلاث سنوات شوف مره ثانيه انا لطيف مع نفسي لدرجه اني ما الوم نفسي. قاعد اقول انه في ظروف كانت معينه في ذاك الوقت عقليه انت غلط كويس فهمتها غلط خلاص طالع قدام. هذه نصيحتي ترى للكل حتى للطلاب خصوصا عندي في البث وكذا، لما يجي يقول لي انا والله طحت هنا وسقطت هنا وجبت اف هنا وجبت، طيب انت قد تصيح شلون علمني ايش الحل؟ هل الحديث عنها بطريقه سلبيه هو بيفيدك الحين؟ ما راح يفيدك يا رجل، روح شوف اللي بعده ايش اللي ما يتعدل اليوم يتعدل بكره. ف لا نعم لازم تستفيد من اللي صار لك في الماضي، لكن خلاص مشي اسبوع اسبوعين اضحك اقصد صيح اسبوعين تبكبك شوي بعدها شوف الخطه الجايه. هذه السمبوسه الثانيه في الليفل الثاني. اي الحمد لله ما احتجنا لوت. اي امورك طيبه الى الان. بسم الله. هذه سبايسي فيها شويه دجاج استهبل ولسه بعد طبعا تكلمت من قبل عن تعاون اليوتيوبرز مع بعض. انا تكلمت من قبل اح كانت تجربتك مو اقوى شيء في الحياه. عطني تفاصيل تقد حركات الاستخبارات دي عطني يا اخوي. كلمنا عن هذه التجربه. وش التجربة؟ انت تعاونت مع يوتيوبرز من قبل وكانت التجربه لا مو افضل شيء ابدا ابدا. تأكد انت ما تكلمت في مقطع الا تكلمت فيها. خليني اقول لك ايش قلت. اي انا شخص تعاونت مع يوتيوبرز ما اقول لك ما تعاونت. طبعا اول شيء انا انسان انضميت الى ثلاث انديه الكترونيه، دخلت اجرانو اي سبورتس ما كان في تعاونات، دخلت اسمر اي سبورتس ودخلت فالكون تقريبا اول صانع محتوى دخل فالكونز، كلها كان فيها تعاونات وكلها كانت رائعه جدا جدا رائعه، لكن فيها طبعا تعليقات كثيره كل المراحل دي. تعاونات اللي اتكلم على مستوى القناه، يعني انا شخص حر ماني بتبع اورجانيزيشن معينه او منظمه واروح اتكلم مع واحد ثاني يقول تعال خلينا نصور مقطع، مره مزعجه. لازم تكون يا في مستواه ولا اعلى منه، راح ينظر لك نظره اللي ايش تبغى. وهذا صار انا معك؟ صارت معك لا ولا انت بس قاعد استوعبتها؟ لا ما تكهن استوعبتها. كيف استوعبتها؟ مو تجي عند واحد، تجي عند واحد مر بالتجربه دي اسمع انا بعد واحد يعني يشوف ويسمع. حلو. لا شوف ناس اقل مني يعني بكثير، يعني من تجربه ناس انت تعرفهم. نعم في ناس مستواهم صح في ناس مستواهم اقل مني بكثير، اتكلم عن 60% من ارقامي مثلا اقل اقل، وحكوني عن التجارب ذي فخلاص صارت عندي رده فعل مش من واحد ولا اثنين، صارت عاده كثير. جميل. حلو. خلاص هو يجيك شخص هذا اللي انت تبي تتعاون معه اللي انت تعتقد انه بيعطيك بوست او يعطيك مثلا والله او انك تسوي محتوى جميل معه يعتقد انك مضيع للوقت، لكن انخرطت في تجارب تعاونية رهيبة في فالكونز كانت من أجمل الأيام اللي عشتها في المجال. أسمر أيضا ناس عسل كلهم والحمد لله، يعني كانت أجواء مرة حلوة. نعم في سلبيات كثيرة بعد مش شوية، ولكن روح الشباب اللي كانت موجودة الإدارة خصوصا فالكونز، إدارة فالكونز كانت كفيلة بأنها تغير كل أو تغطي على كل السلبيات اللي كانت موجودة. طيب أنت طلعت منهم كلهم ثلاثة. نعم. مش السبب؟ أسمر جاني عرض من فالكون. حلو. فأنا صن أنا أحب فالكون وبرضو معجب جدا برئيس فالكون، فيوم جاني مساعد تويتر قال لي تعال ادخل معنا فالكون أنا بغيت أدوخ. فبدون تفكير مع كل الاحترام والحب والتقدير والمعزة لأسمر ومودي والشباب اللي هناك يعني. إيه هم بالعكس كانوا أكثر من داعمين يعني. ليش طلعت؟ اختلافات على أمور لا تفسد الود قضية. كان عندي مطالب معينة ما هي مادية، خطين وفسفوري ما هي مادية، مطالب كانت في الأمر التشغيلي. حلو. مو بأحد في إدارة، أقصد أنه أنا وضعي أنا بعد مش وضع أحد ثاني، أنا كنت أتكلم عن نفسي وكانت عندي مطالب شخصية لي أنا، وعلى فكرة على فكرة كانت من أبسط حقوق أي صانع محتوى موجود مع منظمة. جميل. وعلى فكرة مطالب هذه كانت أصلا لمصلحة الفريق، ولكن ما يعني انفهمت غلط، ومش انفهمت غلط لا انفهمت صح، ولكن ما كان في اتفاق
وانهينا بالتراضي، بالتراضي بالحبية جدا. يعني إلى اليوم الشباب فالكون كلهم ما كلهم ولا يكنون لي إلى الحب والتقدير. يعني هذه ترى في فكرة مغلوطة عند كثير من الجماهير أو حتى الناس، إنه الشخص من يطلع من منظمة أنت متهاوش معهم. شاكلي. طبعا صحيح في ناس كذا، لكن لا أبدا، فالكونز هذه من أروع التجارب اللي عشتها بحياتي، والشباب اللي في الإدارة والصناع المحتوى الآخرين من أروع الناس اللي تعرفت عليهم. آخر سمبوسة في الليفل 2 يا كانسل يا أخوي، بسرعة قاعدين ناكل حنا بطل. وين اللي بسرعة؟ أنت ما شاء الله عليك يا محنك محنك يا شباب محنك هذا الفتى. بسم الله بسم الله يا واد، شو كلت؟ الدجاج بدأ يختفي. حاسس؟ ما في دجاج. ما في دجاج. ما في دجاج. ما يسامح. أوه ماي جاد. يا ربي يا ربي. أذني صارت حمرة صح؟ إيه. صح؟ إيه والله. يلا. لو اضطريت. لو اضطريت. إنك تتخلى عن جانب واحد من حياتك. أبى اضطر إني أروح للحليب. هل عن جانب؟ أي. أيوة. تختار جانب صناعة المحتوى ولا جانبك المهني؟ وليش؟ هي في البداية بس يا عمي، بعدين خلاص. أي. يا جماعة نبي مهفة. تقول يعيد السؤال تاني. أي هو. مش تتخلى عن حياتك المهنية؟ أيوة. ولا السوشيال ميديا وال. والله السؤال هذا جاوبت عنه كثير. حلو. في محافل مختلفة. حلو. بختار إني أوقف صناعة محتوى. لكن صدقا بقولها، واتمنى ان ما يعني ما يقولون هذا قاعد مثالي ولا بيحاول يطلع كلام حلو، لا والله والله ان الكلام من اعمق نقطه في قلبي. احب المقدمات هذه. قل لي عمل صناعه محتوى يتعلق فيك في اللي انت تصنعه ومستقبلك انت وتطور قطاع في البلد بشكل يعني بطريقه غير مباشره. لكن لما يكون عند الشخص، لما يجي يختار بين الشيئين هذه، ويكون عنده حب بانه يكون علامه فارقه في الوطن، هنا راح اقول لك اوقف صناعه محتوى وانا مغمض واكمل في وظيفتي. لان طبيعه الوظائف اللي انا اشتغلتها والى الان اشتغلها تتعلق في صلب رؤيه بلدنا. في الصلب يعني حرفيا في نجاح الرؤيه هذه. هذا هدفي وهذا طموحي اليوم، ان يكون علامه فارقه في رؤيه سمو سيدي ولي العهد. يلا بسم الله كانسل. احنا مستعجلين. انت كيف حالك؟ كيف ايوه احنا نبي هذا، نبي هذا. انت كيف حالك؟ طيب ليله رمضانيه الحمد لله. وايش افطرت اليوم؟ سمبوسه. سمبوسه توني ماكل واحده يا اخي. سؤالك قلت وح ولد ابي 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 لا تطعمها. لو بامكانك تواجه واحد من ماضيك، اي شخص، مين بيكون وايش بتقول له؟ والله يا في واحد اتمنى انه يشوف منه. في واحد معي درس معي متوسط، درس معي ثانوي، وقعد معي اول شهر في الجامعه. شفت يوم اقول لك الزواج ومشاعرك وعاطفتك ولازم تخليه، يعني الاعزب دائما يعني، وهذا شيء مش غلط، لا تفهموني غلط، الشيء هذا مش غلط، انك تحب صديقك تكون مره مخلص لصديقك ودايم معه، هذا ما في شيء يعني ما في عيب. الشخص هذا كنت يعني 24 ساعة معه، أربع كذا ثلاث سنوات مع بعض. هذا الشخص كان أكبر محطم لي في حياتي. وش سوى؟ قول إيش ما سوى. أبي أتعلم ألعب كورة حطمني، أبي أتعلم إنجليزي أو أحاول أتكلم إنجليزي مثلا يحطمني، أبغى أشارك في شيء في المدرسة تحطيم، أبغى ألعب فيفا تحطيم. كيف كان يحطمك؟ ما كنت مستوعب العلاقة السامة هذه، ما كنت مستوعبها. أوكي أوكي. يحطم إلا الأشكرة كذا. مرة مرات كنا في واحدة من برامج اللايف فيديو كذا، كانت مرة حلوة إنك تشغل فيديو وتكلم مع شخص من العالم، فجأة يطلع لك راندوم كذا، وطلعنا واحد أجنبي وأنا حاول أتكلم معه، لا هو قاعد يحاول يجلس وخرني من الكاميرا يبي يتكلم معه، وأنا قاعد أوخر أقول أصبر دقيقة، والتفت عليه قال لي يا أخي أنت لا تعرف إنجليزي ولا تعرف تتكلم ولا شيء، وخر يا شيخ، لأني أنا كان عندي تأتأة بالكلام، كنت أتأتأ، كان يعني يطنز على الشيء هذا. سبحان الله بعد ما انقلع من حياتي بطريقة ما، ما احتاج أدخل في التفاصيل، ضف وجهه، على فكرة ضف وجهه عشان يزعلت على شيء من مصلحته. تخيل يا كيمو أنت حين صديقي وشفتك طايح في شيء سيء وجيت أنصحك،
تخيل تزعل علي وتروح بالأخير لصالحك كان هذا الشيء. لا شوف مع كل هذا حاولت بعد ما كبرنا كذا حاولت أرجع العلاقة على أساس إنه الدنيا ما تسوى. أوكي. ولكن ستيل عقلية من الأشخاص اللي فعلًا سام. يعني حتى يوم رجع معاي لا زال في التحطيم. لما أنزل سناب وأنزل شيء تحطيم. أنت إيش فيك يا شيخ؟ غبي. يوم رجع لحياتك هل أنت كنت وقتها في السوشيال ميديا وفي صناعة المحتوى؟ لا 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 لا. كنت العام 2018-2019 شيء زي كذا. توها. علاقة أثرت فيني أقسم بالله العلي العظيم. فبعد مرور 4-5 سنوات سويت كل شيء كان يحطمني فيه. لغة موجودة. فيفا أنزل لي. كرة أنزل لي. تحس إنه هو كان دافع بالنسبة لك؟ لا. طريقة غير مباشرة. إيه يمكن في بعض الأمور إني أتذكر كلمته وكذا وتحدي بيني وبين نفسي. إيه ترى أتكلم عن عقلية مراهق طفل الآن وين كبرت مرة. ما أخذ الأمور بنفس المأخذ هذا أكيد. الآن ولكن كانت طبعاً وعلقت في راسي سنين معينة وبعدين خلاص بس إنه تجربة تستحق الذكر يعني بالنسبة لي على الأقل. طب وش تقول له إذا كان قدامك؟ أقول الله يعين اللي حولك عليك ومتأكد إنه لا زال على نفس الوضع يعني متأكد سام ما حد يبي ما حد يبي يجلس معاه المشكلة. طيب وش الدرس؟ رسالة لي ولك وحتى المخرج. وين المخرج؟ حتى أنت يا مخرج. أوكي انتبه من العلاقات السامة نفس التجربة حقتي أنا 3 سنوات ما كنت أتطور. ليه؟ لأني معلق مصيري بالعلاقة السامة ذي اللي كل يوم يسمني. تعلق نفسك بعلاقات سامة عمرك ما راح تتقدم ولا خطوة واحدة. فما بالك باللي يعني حايط نفسه بأربع علاقات سامة 5. تخيل أنا واحد ما تكون عارف أنت ما كنت تدري. عارف يعني صديقك المقرب لأنه أنت عقليتك عقلية طفل مراهق ما تستوعب الأمور في وقتها. هذا صديقي يا رجال وعادي والأمور طيبة لكن ما تدري وش تأثيره السلبي عليك. متى تعرف التأثير السلبي؟ إذا أنت إنسان مو قاعد تتقدم في حياتك هل تتركها؟ هل أنا قاعد أقول اترك أصدقائكم أو اترك صديقك اللي تحبه؟ لا. لا. لكن انتبه تنصحها. من كلام اللي يقوله لك وقف عند حده. أتكلم بشتى المجالات يا شيخ حتى إلى أسخف شيء لما يقولك ما تعرف تسوق سيارة مثلا يعني حتى من باب المزح. لا تبرر الكلمة دي مرور الكرام. انتبه خليه ينتبه الحروفة معاك عشان يأثر عليك ويأثر على عقليتك. وجه له تحية إذا كان يتابع. لا ما وجه له تحية. أوجه له تخريم جثة. تخريم حق الكون. تي باق. تي باقين يا ما. طيب ناكل السمبوسة ما قبل الأخيرة. طيب فقلت لي أنت الهيترز أو الكارهين. إيش فيهم؟ تعامل معهم؟ لا بلوك بلوك على طول في البث عاد شيء ثاني. حلو انك قلت بث. طيب وقت البث الهيتر او الكاره اللي في الكومنتات شلون تتعامل معه؟ اخذه محتوى. This is content. ترى عندك العقليه هذه؟ عندي العقليه اللي ما يعني اول كانت عندي عقليه اللي اتاثر اعطي باند وكذا واقعد احنا خليه امزمز عليه نص ساعه. حلو. احاول اني ما اغلط عليه اول شيء ولكن اغسله. كيف؟ بعطيك مثال. قل لي. بعطيك مثال حلو. قل لي. جاني واحد في البث وانا مره متحمس العب كويك بلاي. كويك بلاي مو بكومبتيتيف لكن مره مشادها مع اخوياي وكذا ونخطط كذا بس فايند. ايش كتب لي؟ بسم الله عليك. هذا لايف ستريم كان. ها لايف ستريم. كتب لي ليش معرق في الكويك بلاي؟ ترى هذا 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 الامبوستر في مجتمع كود هذا. يقول لي ليش متحمس مره والكويك بلاي يعني كذا كاتب لي. بنته. عام كم؟ عام 2020. متى شفت الكومنت؟ 2022. دخلت قلت طيب اوه انا معرق في الكويك بلاي ما في مشكله خليني اشوف انت مين. انا قلت بس هذا بطل العالم الان في سي دي ال. ما سويت له باند من زمان بعد سنتين. شفت الكومنت بعد سنتين شفت الكومنت. قلت خليني اشوف بطل العالم اللي جايني يعلق على لعبي خليني اشوف. المجتمع حق محترفين ساقوه توقع شهر كامل وضحك. انا فعلا كان منطقي. انت تبي جاي تعلق على صانع محتوى قاعد يحاول يصنع اجواء في بثه سواء كويك بلاي سواء رانك سواء ما لك دخل ايش انت ايش تبغى. فجاء المارشال الحبيب المارشال في الجيش الكول اوف ديواتي ويقول لي ايش عندك. قمت فتحت حسابه دخلت على المنصه اللي احنا نلعب فيها لعب احترافي 0 بطولات ما في اي انجازات تذكر 10 فولورز. يعني انت مسكتك كذا سويت للجمهور طلع. انت ايش تبغى؟ انا الان معرق في الفايند في الكويك بلاي وجاي 300,000 مشترك وعندي الحمد لله جمهور يحبني. انت ايش سويت بحياتك؟ انا قلت لو ان عندك فعلا
لو انت من جد لو عندك شيء يبرر كلامك ذا بتقبل منك النقد. انا اليوم لو يجيني لاعب محترف من فالكن يقول لي قاعد يعلق على لعبي بتقبل. أي. ليش اتقبل؟ لانه لاعب محترف. اي فعلا. فما بالك يجي واحد يغلط عليك ويعلق على لعبك وهو ما عنده ولا حتى الظاهر وين في الرانك، وهذا شيء طبيعي يعني. دائما الكارهين تجي اصلا فيك الاكونت حقه. لا 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 مو فيك ذا. هذا معروف. معروف هل عنده. هل حسابه لسه موجود؟ موجود ومغسول وجوني ناس يقولوا لي شكرا انك غسلته لان هذا غثيث. عند اكثر من واحد يتقول لي هذا بالنسبه له هوايه يمكن يستمتع. شفت المحتوى كيف؟ ايه. اخذ محتوى عادي خذها بصدر رحب كذا ولطف الاجواء واغسله. وبما انها شف دائما دخلت على شخص في بث او محتوى تحمل يجيك. اخر سمبوسه. اصبر لا والله اصبر. اخر يعني سمبوسه يا كانسل فشلت كل محاولاتك في المفاوضات. اعطيتها عرض. قلت له كويس والله. قلت له طلع لك بطاقه الاحوال. طلع لك كشف حساب في البنك. وقلت له بعطيك ايوه ارض في لعبه انشارتد 4. ارض ايجار ولا ملك؟ اني بعطيك سياره بوغاتي شو اسمها شيفرون شيرون اي شيرون صح يا مغني. خليك ثانيه قبل تقول ليش بتعطيني بعد. قلت له هل تحس انه كان عليك ضغط؟ ايوه هذا اقوى سؤال الحين. ايوه هل كان عليك ضغط انك تتزوج؟ وهل من قبل صار لك هارت بريك او انكسر قلبك من بنت طبعا؟ ايش رايك علي مو من خويك هذا يعني من نيثن دريك ولا من ايلوي في هورايزن؟ اقدر اقول اني كنت متوازن عاطفيا في جميع مراحل حياتي. ما يعني ما حد جابني على وجهي. ما صارت ابد يعني. اللي جابني على وجهي اني تزوجت. هذه اول جيبه بس مو بهارت بريك طبعا اكيد. ايه فور شور فرحه يعني. كانت بيلدينج الهارت. ايه ما انضغطت يعني عشان تتزوج؟ ما حد ضغط؟ لا ما حد ضغط علي ابدا في كامل ارادتي. حلو. طيب كيف جمعت مهري؟ مكافاه الجامعه. شفت العصاميه؟ كنت من مجمع الصفر. كنت مجمع. اي والله تجميع بس مو بكامل ارادتي كلت هذه الاخيره. طيب كانسل هذا سؤال من وراء الكواليس كذا يبون يعرفون عنك. ايوه ايش اكبر مخاوفك في الحياه؟ كم تعطيني؟ طيب هذا الحين 9 اسئله جاوبت كلت صحن سمبوسه كامل. اي لا بس ولكن انت خليك فير يعني انت ما شاء الله يعني مجاوب على الاسئله بدري يعني. يلا قول. فيلا هذا سؤال كذا لك للجمهور. وش اكبر مخاوف عندك في الحياه؟ اكبر ايش؟ مخاوف. مخاوف؟ يس. اني افقد الناس اللي احبهم. طبيعي. وهي سنة الحياة طبعا. طبيعي. ولكن هذا اكبر مخاوف في الحياة. طيب شيء انت ما تحبه بنفسك؟ استعجل. تستعجل. يعني ابغى كل شيء بسرعة. مهنيا احس اني سابق ليفلي في المهنة في المهنة يعني. ولكن في مثلا الفيتنس احس اني قاعد ابغى اركض. عرفت؟ ما عندي وقت. كذا كله ملحوق. كل شيء ابغى يخلص بسرعة. ما عندك صبر. هذا يعني ان جودة الاعمال انها سيئة بالعكس. أي. بالعكس هذه مصيبة الجودة بعد. بس بسرعه بامشي بسرعه 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 بسرعه. سبب لك مشكله هذا الشيء من قبل؟ لا الحمد لله مو مشاكل واو بس انها نعم انك تاخذ الامور برويه وتهدي فيها شوي. يمكن هذه الشيء اللي انا بحاول ان شاء الله اني اغيره في نفسي. شكرا لك كانسل. حبيبي العفو. شكرا لك انك جيت وفضفضت وتكلمت معنا. الله يسعدك. فضفضت؟ لا. لا لا قلت لنا يعني. فعلا انت قلت لنا كل شيء يعني. الله يسعدك. ما حسيت انك كذا مسكت نفسك؟ لا لا بالعكس. وكان عندك كرت انك ما تجاوب علي من الاسئله ما شاء الله ما استخدمته فكفو عليك. يلا وش الهديه؟ كفو عليك هذه وفرها بجيبك. الهديه الهديه طويل العمر السلامه انك انت لازم تقول لنا وصفه سريه او وصفه هديه تحط لي عليه هوم ورك بعد بالضبط. لازم تقول لنا وصفه الاكل انت تحبها. لا الهديه انا بختارها. لا مو كيفك هذه القوانين يا حبيبي. والله هذه والله صامل والله مقدم قادح جد. لازم تعطينا الوصفه. اول شيء وش الاكله اللي انت تحبها كثير؟ اكثر اكله انت اكلها تحبها؟ بينيا ربياتا. بينيا ربياتا. طيب اديني الوصفه. الوصفه طال عمرك تروح تاخذ المكرونه. عرفت؟ حلو. تنقعها في الموية. حلو. تحط لك قدر في الها. تحط صلصه. تحط بصل. لا مش بصل ايه. فلفل حار. ايه. سبايسي. حلو. وبهارات. ايه. مشكله اشياء كذا حلوه. نجيب المكرونه بعد ما تخلص تصبها على الهذا بعد ما يخلص الهذا بعدين تاكل الهذا خلاص تخلص تطبخها وتاكلها يعني ايش فيك انت تسويها بني ربيعتها مين ما يعرف بني ربيعتها انت تسويها الله اني ما عمري طبخت يا رجال
اول ما كنت تعطينا الوصفه يا حسيت من يوم ما تحط هذا تجيب هذا حسيت انك مالك في هذا. لا مالي بالطبخ والله صراحه اي, ولكن من افضل الوجبات اللي اكلها بين عربياته باستا ايطاليانا طبيعي. والله انها كانت تجربه حلوه مع كيكيمو, دائما متالق متميز, حضورك جميل حبيبي. اسئلتك اليوم حلوه احسن من افضل لعبه عندك شغلت امي فيها. كل عام وانتم بخير, رمضان مبارك عليك وعلى العائله الكريمه وعلى عائله بلاي ستيشن الجميله وعائله بلاي ميكرز بعد. استمتعت والله والله استمتعت جدا, يعني فاق التوقعات, واتمنى ان برضو المشاهدين يستمتعوا باذن الله. وبس اترك الختاميه عليك, عاد قلت كل شيء انا. دائما منورنا يا كانسل, حبيب قلبي. انا انبسط دائما يوم اشوف اسمك في لسته في اي شيء, اي شيء اقول كانسل بيجي كذا, والله العظيم اسال حتى الجماعه عندكم اقول كانسل بيجي, انا انبسط لانك اولا تمثل شريحه كبيره من فعلا الناس اللي يحبون هذا المجال, مجال الالعاب, فانا انبسط جدا يوم اشوفك وانت حقاني يعني لهم دائما, وانا انبسط واظن كل الجمهور يوافقني, وانا انبسط بشوفتك يا كيمو بالعكس, واتمنى تكرر الافكار الحلوه دي باذن الله. يعطيكم العافيه يا شباب. ما ننسى انه لكم جوائز اللي تابعتوا الحلقه, راح تكون افضل ثلاثه كومنتات, افضل ثلاث تعليقات. نعم, وش المقياس بالنسبه لك انت؟ انا احب اسال كل ضيف المقياس. انك تكتب تعليقك على ابرز المواضيع اللي تكلمنا عنها فعلا. او سولفنا فيها صح, وتفصل فيها تعطينا رايك ونشوف. اما كفو لايك اول هذه فكونا منها, عطنا كلام مرتب بالضبط, حاول شوي تتعب عليكم شوي شوي تعب شوي, يعني شوي يعني إيه؟ ما في تعب, اذا تابعت الحلقه راح شيء يلفت انتباهك. واذا ما انت مشترك في قناه بلاي ستيشن جاء الوقت انك تشترك. ايوه يا جماعه الخير لازم تفهمون انت الحين, ما ادري والله, شوف اذا وصلت هنا انت اسطوره اوكي, ادعمنا بانك تحاول تساعدنا ننشر المقطع. كيف تساعدنا؟ تحط لايك بعدين تنزل شويه يمين 2 ديجريز بس, ايوه شويه يمين اضغط الزر الاحمر. شكرا لك يا كانسل, يعطيكم العافية شباب, نشوفكم إن شاء الله, وكل عام وانتم بخير وعيد مبارك. ختامه مسك مع كانسل. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي, وبرضو في شيء مهم يا كيمو, إذا حبيتوا السلسلة هذه مرة حار صح اسمها؟ مرة حار بالعربي تفهم. إذا حبيتوها علمونا تحت في التعليقات, هذه من يعني هذا جزء برضو من أفضل الكومنتات, إنك تعطينا رايك في السلسلة, وإذا تبون تشوفونها مرة ثانية, وبرضو إذا عندكم أفكار ثانية حلوة زيكم تبون نسويها كعائلة بلاي ستيشن, عائلة بلاي ستيشن بلاي ميكرز. نعم لرمضان الثاني كمان يعني. وبرضو حتى حق رمضان الجاي اي نعم, فاكتبوا لنا تحت, الله يلحقنا خير ان شاء الله يبلغنا وياكم. امين امين يا رب. شكرا كانسل. شكرا, مع السلامه, وبردها لك ان شاء الله.